السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نقدم لكم حلوة هشيشة رائعة كتذوب في الفم، مقادير اقتصادية. نتمنى أنكم تجربوها وتنال الإعجاب ديالكم. إذا كانت هذه أول مرة كتزوروا القناة، نتمنى أنكم تابوناو وتفعلوا الجرس وما تنساوش أنكم تبارطاجيو الفيديو باش تعمل فائدة. ودابا ندوزو للمقادير. كما كتشوفوا عندنا مقادير قليلة في المتناول، يعني موجودة في كل بيت، وكتعطي حلوة هشيشة رائعة وكذلك بكمية لا بأس بها. نتمنى أنكم تجربوها. بسم الله. بالنسبه للمقادير، عندي هنا 125 غرام ديال الزبده، عندي 3 د المعالق كبار عامرين مزيان ديال النشا، عندي بيضه كامله تكون كبيره، الا كان عندكم البيض الصغير ديروا جوج بيضات، عندي هنا كاس ديال زيت المائده، عندي هنا 3 د المعالق ديال السكر سنيده، كيبقى السكر على حسب الذوق، لان هاد الحلوه باقي غادي نديروا لها الشوكولاط، يعني من الاحسن ما تكتروش الحلاوه. وانا غادي نسمى هنا بقشور ديال البرتقال. وبالنسبه لهنا عندكم اختيار، اما الفاني، قشور تاع الحامض، نكهه الناطه، يعني اي نكهه كتبغيوها وكتفضلوها. عندي هنا واحد الساشيه ديال الخميره الحلوه والدقيق على حسب الخليط. ودابا نمروا للطريقه. انا حطيت هنايا في مكسعه الزبده قطعتها مربعات باش تعاوني في الخدمه. غادي نضيف قبيصة الملحة، سمحوا لي ما ذكرتهاش نسيت. غادي نزيد معها السنيدة، غادي نخدم الخليط ديالي مزيان حتى يولي على شكل بومادا. ملي غتخلط لكم مزيان الزبده مع السنيده، وردوا البال مع السنيده ما تكونش سنيده حرشه، الا عندكم سنيده حرشه طحنوها شويه. هكا ملي غتخلط مع بعضياتها، انا غادي نزيد الزيت. صافي، من بعد ما حكيتها غادي نضيف الزيت. غادي نخلط مزيان حتى يدرو هاد العناصر مع بعضياتهم، تخلطو مزيان مع بعضياتهم، ونزيد ديك الساعة البيض. صافي، من بعد ما تخلط لينا الزيت مع المزيج ديال الزبدة والسنيدة، دابا غادي نضيف البيضة. نخلط ضروري هادو يتخلطوا مزيان علاش نضيفوا القوام الاخر. انتما كتشوفوا كيولي بحال شي كريمه. غادي نضيف القشور ديال البرتقال او لا ديال اللي بغيتو تنسمو بهم. يمكن لكم ديروا حتى الكاكاو الا بغيتو تجيكم النكهه ديال الكاكاو ويكون اللون ديالها كحل. يعني هذه هي لا باز، وانتم كديروا بها ما بغيتو. دابا غادي نضيف النشا، غادي
نخليوش الحبيبات ونمشى مع الرطوبه في ساكت ديال الحبيبات واخا تغربل. صافي دابا غادي نبقى نضيف الدقيق ديالي، نبقى نضيف شويه بشويه. الدقيق ضروري يكون مغربل من قبل. نضيف الخماره، صافي وكنجمع الخليط. نحاولوا ما ندلكوش يعني غير بالرؤوس ديال الاصابع، حنا كنضيفوا شويه بشويه حتى كتجمع. صافي العجين هيا من بعد ما جمعتها كتشوفوا تطبى، ما تكونش قاصحه. كديروا الشكل اللي بغيتوا بها، اي حاجه بغيتوا بها كتجي رائعه. دابا انا غادي نغطيها بلاستيكه غير بين ما نوجد اللاطه فاش غنخدم، يعني هذه ما كتحتاجش انكم تريحوها ولا، يعني كتخدموا بها مباشره. اذا انا العجين قسمتها على جوج، غنشكل منها جوج ديال الاشكال ان شاء الله. خديت واحد الكميه من العجين مزت ليها كاكاو وشكلت منها كويرات صغيورين، وهذه حتى هي غادي نشكل منها كويرات بحال هكا. غادي نبسطها في الكف ونحط كره من العجين بالكاكاو، نحاولوا نسدو ونعاودوا نشكلوها. غادي نستمر ونكمل العجينه كامله ديالتي، ولكن من قبل ما غاديش نبقى ناخذ ونكور، لا غادي نكور هذه كلها، غادي نشكل منها كلها كويرات. وهذه كذلك عندي باقي العجينه بالكاكاو غادي نكملها كويرات هكايا عاد، باش غادي نبدا نعمر باش هكا تسهل عليا الخدمه. دابا غادي ندوزو للشكل الثاني. الشكل الثاني حتى هو ما فيه لا طابع لا والو، ساهل. غنديروهم على شكل حرابيل، ما تكونش كبيره بزاف لانهم فيه الخميره باقي غادي يتنفخوا لينا. هذا القياس يعني هكا. نستمر تنسالي العجين ديالي كامل، وغادي نشعل الفران. قبل غنشعل الفران ما يكونش سخون بزاف، راكم عارفين الطيب ديال الحلوه كتبغي لها فيها تكون مهيله باش يدخلها الطياب وتجينا هشيشه في القوام ديالها. انا غنستمر حتى نكمل العجينه كامله ان شاء الله. صافي من بعد ما طابت الحلوه هاهي كيف ما كتشوفوا، خاصها تاخذ وقتها في الطياب تكون محمره. وبالنسبه للتزيين كيبقى اختياري انا، بالنسبه لهاد هذه غادي نديرها في الشوكولاته الابيض ونزينها من بعد ما تنشف ليا. كندير الفائض، نحيد الفائض، نديرها ثانية أخرى. غادي نستمر هكا حتى نكمل هاد الشكل كامل. من بعد ما تكون شفات لكم الحلوة إن شاء الله، أنا درت هنايا شوية ديال شكلات الكحل، دوبتو ودرتو في بلاستيكة. كليكم ديرو بوشيطات دوك صغارين جوطابل ونشكلو خطوط هكا. نستمر تنكمل حلوه كامله
نستمر تنكمل الحلوه كامله ديالتي. وبالنسبه لهادي غادي نديرها كلها في شكلات الكحل، وغادي نزوقها بشويه ديال الكاوكاو اولا لوز كونكاسي من الفوق اللي لقيت موجود عندي في الدار، ونتلاقى ان شاء الله مع الشكل النهائي. اذا الحلوه ديالتنا ها هي وجدات، كيف ما كتشوفوا كيجي منظر زوين والمذاق رائع، كتجي هشيشه من الداخل. نتمنى انكم تجربوها وتنجح معكم وتعجبكم. هذه خشيتها في الشكلاط اسود ودرت لها شويه ديال لوز كونكاسي من الفوق. يمكن لكم ديروا كاوكاو كونكاسي اولا شويه ديال الكوك اولا فيرميسيل اللي متوفر، اولا غير خطوط الشكلاط الكحل من الفوق يعني قوي اولا كحل. وبالنسبه لهذه كيف درت معكم خدمتها معكم الشكلاط البيض وخطوط ديال الشكلاط الاسود، يمكن لكم تخشيوها في الكوفيتير والكوك. المهم هو الحلوه كتجي رائعه هشيشه، نتمنى انكم تجربوها وتنجح معكم. ضروري تكون العجينه رطبه والفران ما تجهدوش عليه، تاخذ وقتها في الطياب باش يدخلها الطياب لداخل. ها هي كيف ما كتشوفوا كتجي من الداخل